السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر مأس. واليوم جينا في مقطع شوية مختلف. اليوم هو من المقاطع الشهرية اللي اتفقت معكم قبل شهر تقريبا اني انزل شهريا مقطع انيميشن، او مش انيميشن، مقطع اعرض فيه رسوماتكم. وبصراحة حاب اني اطور على هذه السلسلة واعلمكم كيف ترسمون شخصياتي، ونتكلم شوية برضو في المواضيع حق القناة، يعني محتاج شوية نسول. فيا شباب، بالنسبة للموضوع حق، شوفوا راح تشوفون في الشاشة رسومات المتابعين، فإذا حابين انكم تعرضوا رسوماتكم او تعرضوا رسومات خاصة فيكم، يا ليت ترسلونها لي على الانستغرام او التيك توك، هذه هي الحسابات، وراح تجدون الروابط في وصف اليوتيوب، شيكوا عليها، اشتركوا. تيك توك ما شاء الله كويس جدا المتابعين فيه، الانستغرام مع الاسف حتى 500 مشترك ما وصلناه، وهذا رقم جدا ضعيف. يا لا تشتركوا في الانستغرام يا شباب. طيب بالنسبه للمقاطع، مقاطع الخصله انا واخذ فكرتها من كذا انيميشن، من كذا انمي، او من كذا كرتون، مش بس من والله كرتون معين لا، وبرضه واضع عليها الطابع الشخصي للقناه. فاللي يشوف انه كثير يقولون ليش انت مقتبس من هذا، ومش مقتبس 100%. وبعدين لا تنسى ان هذاك استوديو كامل، اكثر من 200 واكثر ممكن، حتى انا عدد الرسامين اللي يشتغلون في الاستوديو هذا بشكل يعني بدوام رسمي عدد كبير جدا. فانت متخيل اني انا احاول استنبط هذا الامر، عندي مشاكل كثير انا برضه، فانا الوحيد اللي ارسم ومنتج واحط القصه وكل شيء، فالامر ابدا ابدا مش سهل. ما أحاول أساعدكم صراحة. اليوم راح أعلمكم كيف ترسمون شخصيات مستر ماس، الشخصيات الرئيسية كيف ممكن ترسمها عشان ترسل لي رسماتك في إنستغرام وفي تيك توك. فيا راح نبدأ أولا طبعا مع شخصية مستر ماس. مثل ما أنتم شايفين إحنا هنا قدامنا اللوحة حق الرسم، طبعا تحتاج لوحة رسم لأن أرسم على الكمبيوتر مش على الجوال، بس تقدر ترسم في أي مكان لو اتبعت نفس الأسلوب. شخصية مستر ماس، عشان تقدر ترسم شخصية مستر ماس خلنا نكتب هنا فوق مستر ماس عشان تكونوا عارفين احنا نرسم ايش. في البداية طريقة رسمي لها بسيطة، طبعا انا من يعني من رسمتي للشخصية بعدد كبير، تقريبا وصلت في القناة اكثر من كم 5000 رسمة الى الان تقريبا، انتم متخيلين هذا الرقم؟ رقم جدا كبير. عشان ترسم شخصية مستر ماس في البداية ترسم الشعر بهذا الشكل، طبعا انت ممكن تعيد مرات كثير، هذا عادي جدا بهذا الشكل. بعدين تيجي هنا ترسم التفاحة بهذا الشكل، وهنا صار معك الشعر جاهز جدا ومميز، حلو. طيب الآن تبدأ تحاول تربط بين الجهتين هذه وهذه، فتش تسوي تعمل بهذا الشكل لما يجي عندك شكل كويس، وهذا مرة كويس. طيب الحين ترسم العين بهذا الشكل والعين الثاني بهذا الشكل، أوكي. تبدأ تحط التعابير، ما ضبط عالي، صار عندك الوجه جاهز، تمام. نيجي الآن للجسد، يمكن بعضكم يواجهون مشاكل مع الجسد، الجسد أمره بسيط شوي. وبكذا صار عندك شخصية مستر ماس، أمرها جدا بسيط. بعد الحين تبدأ في التلوين، لازم طبعا تكون عارف درجات اللون اللي أنت راح تستعملها في الشخصية تبعك، لازم تكون محدد الدرجات عشان ما كل شوي تغير في الألوان ويصير عندك الأمر ابدا مش منظم، لازم تكون عارف درجة اللون او ترتبها على جنب عندك في الالوان المقترحة لك، لازم تجهزها، تمام. صار عندك شخصية مستر ماس بكل بساطة، تمام. نيجي الان لرسمة شخصية مين نختار، ايش رايكم نسوي شخصية مستر فلفل؟ نعمل الشعر بهذا الشكل، انا طبعا شخصية مستر فلفل برضو مش صعبة بالنسبة لي، فنعمل بهذا الشكل. طبعا هذا الشيء يجي من الممارسة، انت لازم تمارس الرسم بشكل شبه يومي، يعني يوميا ارسم بصراحة، ولازم تكون حاب الشيء. يعني لو انت تسوي شيء وانت مش حابه هنا يعني بتكون تواجه مشكلة كبيرة، تمام. غالبا هيك انا يعني بعض المرات ما ركز كثير في الوجه، فاذا حسيت الشكل مش عاجبني اعيد الرسمة كامل. وبس صار عندك مستر فلفل، الأمر بسيط جدا، تمام. نجي الآن للشخصية اللي بعد مستر فلفل، خلنا نقول مستر موزة. كيف ترسم شخصية مستر موزة؟ طبعا هذا أكثر شخصية متعباني، ليش؟ بسبب أسلوب الشعر اللي أنا اخترته، يعني
يعني لو تشوف امر جدا مزعج. انا لما اوكي الشعر مش صعب في بدايه يعني في رسمه، بس المشكله اللي تصير لما ابدا احط تعابئ او تقاسيم الوجه، تمام، هنا مشكله، هنا يبدا الامر يصير شويه مزعج. فيا اوكي ضبط، ما هذا الشكل مش مشكله كتوتوريال لكم، لكن في القناه انا اكسبتبل يعني ما اقدر ما اقدر اني استعمل. شخصية مستر موزا واحدة من الشخصيات الجميلة جدا، ليش؟ لأنه كوميدي، وبرضه بتشوفهم في الأيام الجاية أنا بفكر إن يصير شوية المحتوى أجمل. عندي والله أفكار وأشياء جميلة جدا للقناة، فإيه أبغاكم تكونوا مبسوطين جدا إن شاء الله معنا. فإيه طيب، هذه شخصية مستر موزا، ماشي؟ الحين نبدأ نلونها. وبكذا تكون الشخصية جاهزة. نيجي الآن للشخصية الرابعة في القناة، وهي تعتبر من الشخصيات الرئيسية عندنا في هذه القناة، هي شخصية مس فراولة. طيب، مس فراولة رسمها شوية بسيط، مش معقد من البعض يعني، خاصة اللي يرسل يقولون أنا ما أعرف ترسم شخصية مس فراولة. مس فراولة شخصيتها بسيطة، كيف تعمل هذا الشيء؟ تعمل خط هنا، خط هنا، وخط هنا، أوكي؟ بعدين تمد الخطين بهذا الشكل، حلوين؟ طيب نيجي الآن نربط الخطين هذه مع بعض، وهنا هي الصعوبة الوحيدة في هذا المكان. لا ما ضبط كثير، أوكي. لا برضه مش فكسبت والله، دقيقة. يا ممكن نمشي ذي. طيب بعدها نسوي هنا دائرة اللي هنا الفراولة اللي في الرأس اللي فيها التعابير، لو ما حد انتبه ترى هذه الفراولة فيها تعابير في الوجه، المس فراولة اللي في لها قصة. طيب برضو يعني نجي الحين نرسم العيون، قبل ما نرسم الوجه نرسم العيون، تمام. كل شخصية لها نمط مختلف في الرسم، وزي ما انتم شايفين الأمر مش مرة سهل، يعني ياخذ شوية وقت، خاصة انه لما يعني انا الحين هذا في الشرح، فانا الشرح ما اركز كثير على الجودة حقة الرسم، بس ابغى توصل لكم الفكرة، تمام. غالبا هذه كده بعد ترسم الشعر الورا بهذا الشكل، تمام. نجي الان نرسم اليد، نعطيها يد صغيرة، كده تكون الشخصية جاهزة. وبكذا تكون الشخصية جاهزة. نجي الآن للتلوين. وبكذا انتهينا من شخصية مس فراولة بشكل عام، هاي طريقة رسمها، تمام؟ طبعا الأمر يحتاج ممارسة، ممكن تأخذ منك أنت شوية وقت، ممكن ما تطول معك. إحنا هنا نتكلم في الشخصيات الأربعة الرئيسية، تقدر ترسمها بهذا الأسلوب وتقدر تضبطها من عندك برضو، ما تقدر تعمل لمساتك الخاصة، أسلوبك الخاص برضو، لازم هذا الشيء تركزون عليه كثير. أسلوبكم الخاص هو اللي بيفرق معاكم كثير. فيا هذا أسلوبي، وهذه طريقة رسم الأربع شخصيات هذه. فيا كان هذا مقطعنا لليوم، أتمنى أنكم ترسلون رسماتكم على التيك توك، هذا التيك توك، وعلى الانستغرام. الانستغرام جدا في عدد قليل، يا ليت تشتركوا في الانستغرام، هذا الشيء راح يسعدني كثير. وبرضه في الانستغرام قريبا راح أبدأ أنزل فيه صور خاصة، صور خاصة في المقاطع، يعني نزلت مقطع ونزل فيه صور خاصة ترمز لهذا المقطع، مش بس لقطات فيديو. وفي التيك توك في محتوى خاص فيه، ترى لو تروح بالتيك توك بتحصل المقاطع كثير محتواها خاص بس في التيك توك. فيا لازم تتابعني في هذه السوشيال ميديا المختلفة،
تمام؟ لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتحط لايك للفيديو وتنشره ضروري بين أصحابك. ويا كان معكم مستر ماس، مع السلامة.